أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس، مش عايزة سوسرة ولا فضايح، ما تتكلميش خالص. كل الخصام يا ست جواشي، ده الخصام حطام يا حبيبتي، والطير اللي ما يحاجي على عيشه يجي غيره ينسه. ما تزعلش مني، انت لا تطرح للجواز بتلكن. خلاص تبقى برطوشة ما تسواش، ما تزعلش مني. ما قال لي وقلت له وجاني ورحت له. تشاهدونه في الأوقات التالية.